مرحبا طلاب، اليوم راح نبدي محاضرة قصيرة. اليوم راح تكون عن مادة طرق إنشاء المباني للمرحلة الرابعة. أنا وياكم الدكتور لطيف ناجي عاصي، راح أكون أستاذ المادة هنا بالرابعة إنشاء طرق إنشاء المباني. أيضا راح أدخل لمادة الإنشاءات الثالث والبروجكت مانجمنت للمرحلة الثالثة أيضا. للأسف المحاضرة هاي تأخرت مدة أسبوعين، كنت منتظر الموقع الإلكتروني مال الجامعة مالتنا يكون جاهز لإرسال المحاضرات، لكن للأسف أكو تأخير بالآي تي، لهذا قررت إنه راح نتواصل عن طريق اليوتيوب والتليجرام بالبداية إلى أن يكون المنصة جاهزة، ومن بعدها نتواصل عن طريق المنصة أشوفها أفضل. أوكي، مبدئيا هذا الايميل مالتي، اذا تحتاجون تواصلون اي شيء معايا عن طريق الايميل هذا latiftiger@gmail.com. اسم الماده construction method. الكتب المنهجيه طبعا الانشاء مباني للزهير ساكو، هذا الكتاب مشهور جدا، والبولدنج construction. الماده راح تكون يعني ناخذ جزء من عدد كبير بالعربي، جزء كبير بس مرات نحتاج انه ناخذها بالانجليزي. اكو مفردات، اكو كم سؤال جاهز او ملاحظات نحاول اشرح لكم، مرات نكون بالانجليزي. الماده راح تكون 100% الكترونيه. التقييم مالتها راح تكون 20% الفصل 10% فصل اول، 10% فصل الثاني، يعني 20% فصل الثاني وزاد 10، والامتحان نهائي من 50%. أني اللي راح اتفق مع القسم، يعني إذا عندي مرونة فراح أنطي على الكويزات وزن أكثر بالتقييم وأقل من الامتحانات الفصلية. طريقة التدريس، طريقة التدريس إنه راح أعطيكم كل محاضرة أسبوع، كل أسبوع محاضرة، بعدها من بعد ما نكمل موضوع معين ناخذ كويز اونلاين، يعني من بعد ما نتفق على الوقت المناسب لكم للاخذ المحاضرات راح اسوي لكم كويزات. مثلا بعد نهايه كل موضوع خلينا ناخذ مثلا الموضوع الاول اللي هو الحفريات اللي هو earthwork excavations والملي للحفريات ايضا، يعني الكات والفل نقدر نسميها اذا عندكم تذكرون ايام المساحه. فهذه انه من بعد ما نكملهم حاول انه اخذ كويز عليهم. اول شيء نشوف لكم يعني بها فائده لكم انه شنو يخليكم تقرون الماده، راح الالكترونيه فراح يصير جذبها قليل لكم، بس اذا نخلي كويزات كل نهايه فصل اقيمكم بكويز فراح يصير دافع لكم تقرون، وايضا هم راح تساعدنا على المناقشه. ايضا في حالة انه عندنا صعوبات نتواصل عن طريق التليجرام او عن طريق المنصة، فنختار يوم معين للمناقشة قبل كل كويز، راح نخلي مناقشة يعني كأنما عامة بيناتنا، فتقدرون تسألون الأسئلة المعينة على المادة ونتناقش عليها اذا عندكم اي سؤال او ملاحظة عليها. مبدئيا السيلابوس مالت المادة اللي هي قلنا احنا earthwork excavations earth filling، الانواع الاسس، هنا احنا راح نركز عليه من على مو فقط الحفريات انواع التربه وكيفيه اللي يعني حساب الحجوم اللي نحتاجها، مثلا ايش كم شاحن التراب نحتاج، ايش كم كميه التراب نحتاج، ايضا هل كميه التراب بالفيلنج نفسها من ناخذ الكمية تراب نفسها هي من نمليها او لا. ايضا راح بهذا الفصل الاول نحسب انتاجية العمال، اذا عندنا مثلا انتاجية العمال على الساعات ومشكون نحسبهم، فهذا راح نحاول انه نشرحها. مرات احنا راح احاول اخليها بالانجليزي بالعربي لكم اول بداية، بس اذا نحتاج ملاحظات او اسئله او بعض
المعلومات بالانجليزي جاهزة يجيكم ان شاء الله بالانجليزي، بس الامتحان راح يكون اغلبها كله بالعربي. اوكي مبدئيا اذا ناخذ انه يعني المحاضرة هسه للفصل الاول يعني راح نحكي بصورة عامة اللي هي على المكائن في المشاريع الهندسية. يعني هنا عندنا انواع نوعين مكان، المكان التقليدية اللي هي ستاندر، والمكان الخاصة يعني المكان اللي نحتاجه مثلا فقط بشغلة معينة او ببروجكت معين. يعني شغلة واضحة انه المكان يعني هو استخدامه طبعا صار بالابنية اساسي، يعني ما تقدر تبني لك اي مبنى بدون المكائن بصورة عامة، خصوصا المشاريع الكبرى مثل الطرق، السدود، العمارات، فتحتاج المكائن. والمكان هي اثبتت انه هي اقتصادية ايضا. تنشئ لك الشيء مدة اقصر من ما يكون يدويا. وايضا هي يعني الوقت انه اقصر بهواية، يعني نقدر نقول كفاءة اضافة الكفاءة اضافة للوقت اقصر بهواية. الكلف هنا هي احنا هاي يعني المسائل راح تعتمد على انه شلون تحسب الكلف المالية للمعدات وشلون تحسبها. فتعد كلف المكان من اكبر فقرات الانفاق المالي المقاول، طبعا معروفة الكلف عالية. السؤال الاول مثلا لغير تسعير العمل وتخطيط الفعاليات، يعني شلون نحسب مثلا العمل لازم نسعر. تسمى كلفة الامتلاك اللي هي ownership appreciation، والكلفة الاملاك والتشغيل يعني الكوست دائما تنحسب بالاي دي اللي هي 20 دينار باعتبار بالساعة او بالدولار بالساعة. يعني الكلفة الامتلاك والتشغيل يسمونها cost or ownership يعني الامتلاك، والاوبريشن اللي هي التشغيل اوبريتنج كوست. يعني مثلا اذا كانت مثل مجرفة جرار تدفع تربة من انتاجية مقدارها، يعني تعطيك الانتاجية مثلا عندنا 200 متر مكعب بالساعة، يعني تسوي 200 متر مكعب بالساعة الواحدة، وان كلفة امتلاك وتشغيل مجرفة هي 90 دولار بالساعة، فان كلفة العمل المتر مكعب الواحد ستكون، يعني هو منطيك كأنما لإيجار امتلاك، يعني مو نشتريها كلها، لا هو إيجار يعني الانتاجية مالتها منطيني اياها قد 200 متر مكعب بالساعة. ايضا شني عندنا 90 دولار بالساعة الوحدة هي قيمتها، يعني اذا اريد اجرها فلازم ادفع 90 دولار بالساعة الوحدة. سو يعني اذا الكوست بير يونت نقسم 90 دولار اللي هي قيمة، هو شيء كلفة المتر مكعب، يعني كلفة شني باعتبار بالدولار كلفة او بالدينار، بما انه مطينها بالدولار فاذا نخليها بالدولار للمتر المكعب الواحد. اوكي فهي بين قوسين انه شنو يعني شغله اختصار وحدات، هو يريد تماما الكلفه باعتبار بالدولار على من على المتر المكعب، المتر المكعب هنا عندنا والكلفه هنا عندنا، فلازم اخلي الكلفه حتى تصير قيمتها بالدولار فوق، فخليت الكلفه هنا فوق عدل، قسمت على من على 200 فراح يصير شيني ال H مو راح تنقلب، فراح يصير ال H هنا فوق، فراح تختصر H و H يعني الساعة و الساعة اختصرت اللي هي تمثلها ال H، فراح يصير القيمة اللي هي بالدولار مقسمة على من على المكعب بالمتر، راح يصير شيني كأنما كلفة المتر مكعب للمتر مكعب الواحد، فتطلع جد يعني 5.45 دولار للمتر مكعب واحد. اذا عندي الوحده راح يصير الدور عن ايش قد عندي كميه اقدر احسبها مباشره، راح يصير الكلفه النهائيه القيمه اللي هي هاي اللي هي كوست بير يونت بالكميه اللي عندي اللي احتاجها، فراح اعرف ايش قد تكلفني ايجار هذه الاله لوقت معين من الساعات. السؤال الثاني يهدف مثلا ما هو أفضل عمر اقتصادي له وما هي الطريقة المثلى لدامتها إلى تحديد الوقت الأمثل لاستبدال الماكرة وطريقة المثلى تأمين بقى انتاجها. هذا يتعلق بموضوع يسمى تحليل استبدال placement analysis.
او يسمونها ديبريشيشن هم ايضا. الوصول الى تحديد متكامل يجب ان يتم المقارنه مع كل استئجار ماكنه او حاله عمارة خاصه بها. هنا يعني هنا عندنا البيان عمل المكائن لغرض اتخاذ القرار الصحيح. فما فيما يخص شراء او استئجار ماكنه يعني لازم عندنا افكار فكره عامه انه الجدول الزمني لانتاجيتها والكلفه المترتبه على استخدامها. يعني هو ايش قد هي الانتاجيه مالتها مبدئيا، ايش قد هي كل ماكينه، ايضا هي ايش قد احتاج حتى استخدمها، ويدور من بعدها انه اقدر اقارن انه اجرها او استملكها. احنا عندنا معدات، انواع المعدات اللي هي من الناحيه التجاريه، مثلا انواع من الناحيه التجاريه مثلا معدات قياسيه، معدات خاصه. قلنا احنا القياسيه شنو ستاندر اللي هي يعني التقليديه اللي دائما نستخدمها مثلا شفل، حفاره او غير. معدات خاصه لا، هاي اللي هي محتاجه مرات قليله جدا، مثلا جائزه الرافعه الشوكيه، مثلا جائز مثلا جائزه الرافعه الشوكيه نعتبرها معدات عامه مثلا، او اللي دائما مثلا اللي بالابنيه العليا مثلا يسمون كتربلر مثلا. فهي معدات خاصة يعني مو دائما تحتاجها، وهي المعدات التي تنتج بعدات كبيرة، تنتج بعدات عليها طلب لأن تقليدية نحتاجها هواي، مثل الشفل تحتاجها دائما، تستخدم بشكل أوسع وتختبر تميز موالي مألوفة استخدام يعني دائما كل واحد يعرفها، توفر مواد أدوات الاحتياطية وسهولة بيعها لأنه عليها طلب. نقدر نقول هناك تنافس مستمر بين المنتجين لذا تكون أسعارها معتدلة. المعدات الخاصة لا، هذه هي صعوبة الحصول عليها لأنها غالية جدا، غير مألوفة الاستخدام. يعني أنا مثلا شفت مرة بالجسور أكو معدة اللي هي ترفع الجردرات مال الجسور الضخمة كلش، يعني مثلا وزنها كلش ضخم، هذه يعني معدودة كلش، يوم يجونها بس من ألمانيا وهنا بالعراق يعني يقولون 3 أو 4 من عندها، مثلا كانت عند عبد الله عويس. فهذه يعني هي معدات أول شيء ما إنتاجها كلش محدود، ثاني شيء ما متواجدة دائما، ليش؟ استخداماتها قليلة، يستخدمونها فقط بالجسور والجردرات اللي هي ضخمة كلش، فتفيدك انه تحرك الجردر من الناقلة الى مثلا مكان الانشاء مالته اللي هو على الجسر، يعني المساند مالته. يعني اللي تمتاز عن توفر ادوات احتياطية لانه ما عليها طلب، فلان ما يجيبون موادها. البيع مالته يكون صعب اكيد لانه ما عليه طلب. الاسباب ليش نحتاج معدات خاصه؟ عندما لا يمكن انجاز العمل باستخدام مكانه قياسيه، او عندنا احنا الوقت عندنا مهم، اذا عندنا الوقت عامل مهم كلش، فاذا نحتاج نجيب القياسيه حتى شنو يصير انتاجتنا اسرع، او الكلفه. مرات تصير عندك الكلفه انه تجيب المعدات حتى لو هي غاليه تصير اصرف لك من ما تستخدم ال ما تلقي حل ثاني وما تستخدم مادة قياسية. مثلا خلينا نقول احنا نرجع للجردرات، مثلا جردرات اذا انت ما تقدر تشيل الجردر من مكان الصب، يعني من مكان الصب اللي هو موجود من الشاحنة الى مكان التنصيب اللي هي على الجسر على مساند الجسر، فلازم تصبهم وين؟ بالموقع. مرات تكلفة الصب بالموقع ايضا، طبعا احنا ما عندنا الكواليتي مالته انه مثلا نوعيه الانتاج راح تصير اقل لانه بالموقع راح يصير صابنه، فتصير اسوء اضافه للمكلفه لانه نحتاج صاب، نحتاج انجاز يصير كانما موقع صب موقعي بنفس المكان، فراح نحتاج نقل الصب لهناك، فراح يصير جهاز مكلفه اكثر لنا. فاذا نجيبها من المصنع باستخدام هاي الرافعه الضخمه تكون اسرف لنا. هذا مثال. أنا المحاضرة لأنه المحاضرة الأولى فما حبيت أطول عليكم، راح نشرح المثال هذا بالمحاضرة الجاية. اللي عنده أي سؤال مثل ما قلنا تقدرون تواصلون وياي عن طريق الإيميل أو التليجرام. راح نتواصل هسه مبدئيا بما أنه المنصة لحد الآن ما مشتغلة، فراح نتواصل أنا وياكم عن طريق المنصة. راح نسوي لنا عن طريق ممثل الشعوب مالتكم يسوي لنا جروب خاص
على التليجرام نتواصل عن طريقه او عن طريق الايميل تقدروا تتواصلون وياي. انا راح ادز لكم المحاضرات بالتليجرام وايضا عن طريق الايميل. بس مبدئيا راح ادز لكم الفيديو بعد ما تتابعونه، راح ادز لكم المحاضرات اللي تابعه عليه اللي هي البي دي اف مالتهم. وشكرا للاصغاء.